بعد التسليم من الصلاة أذهب إلى البيت وأنا أذكر الأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك علما بأنني أزيد في الذكر؟ فهل يحصل الثواب؟ جزاكم الله خيرا. المستحب والأكمل والأفضل أن يذكر الله وهو في مصلاه قبل أن ينصرف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما كان الصحابة والسلف يفعلون ذلك، يذكرون الله وهم في أماكنهم بعد الصلاة مباشرة، فإذا أنهوا الأذكار المشروعة قاموا إلى أعمالهم. ولكن لو كان الإنسان مشغولا وبادر بعد السلام وقام من مكانه لأن الحاجة تدعو إلى قيامه فلا بأس بذلك، ويذكر الله تعالى وهو في طريقه، وله في ذلك أجر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.